الف مبروك كابتن ايمن، الف مبروك كابتن علاء، كابتن اسامه، كابتن هاني. من حقنا نفرح، من حق جماهير النادي الاهلي تفرح الحقيقه. الف مبروك بثلاثيه كبيره جدا، عقبال الرابعه باذن الله. هو ده كاس مصر، هو ده الكؤوس، هي دي الماراثونات اللي انت بتتكلم عنها. اتفرجنا على مباراه يمكن ما تحسش انها قويه جدا، باضاعه اهداف كتير، بمجهود كبير قوي من الفريقين الحقيقه، حاولوا الاثنين ان هم يحتفظوا بهذه النسخه، ولكن الحظ الاوفر كان للنادي الاهلي. ببارك للنادي الاهلي، وهارد لك لطلائع الجيش، هارد لك لجميع الفنيين وجميع اللاعبين وجميع المؤسسه جميعا بتاعت طلائع الجيش الحقيقه. هارد لك، قدمتوا كاس مصر عظيم يعني. فالمره الجايه باذن الله يكون لكم حظ اوفر. نرجع لينا احنا واحتفاليتنا وشكلنا في الملعب وفنيتنا، اكيد هيبقى في كلام كتير ان شاء الله باذن الله.